أنا أذكر أحد الطلاب دخل علي يوم من الأيام ضايق صدره، وش فيك يا بابا؟ قال أستاذ فلان يقول لي يقرع أقرع يقرع هو عنده مشكلة، وأنا ما أدري، أنا ودي أشتكيه، ودي أسوي كذا، يقوله زعلان زعلان قاهرة من داخل. قلت شوف أنا عندي خطة بسويها أنا وياك، إيش رأيك؟ قالوا شي من تك. قلت شوف بكتب لك ورقة أنا وياك منتفق أنا وياك عليها، وروح وعطها المعلم. طبعا الطالب مو رايح ما يعرف يناقش المعلم، لو يك على ما قال يعطيه كلمة وقف ما عاد قوة. فخذ أنت الورقة وعطها المعلم، بس أعطيها ومشو خله، لا تخذ قد عنده ومشو خله. قالوا شي وقت دخلنا نكتب أنا وياك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأستاذ فلان فلاني، أنا والله أني أحبك وأنت من الأساتذة اللي غالين عندي، ولكن قلت لي كلمة زعلتني وهي من الله عز وجل ليست مني، فما حبيت أرد عليك عند الطلاب احتراما لك. إيه ما حبيت احتراما لك وتقديرا لك، لكني ترى أحبك يا أستاذ. خذ الورقة وعطاها الأستاذ، ما مداه يصل طبعا قم طلع إلا ولاحقه خام ويتعذر. فأحيانا نحن نحتاج إلى يعني فن في معالجة الأمور.